نعود مشاهدينا إلى السيد يحيى السنبل للحديث عن الندوة التي عقدت بأربيل وعقدها الميثاق الوطني العراقي. سيد يحيى، يعني التوصيات التي خرجت بها الندوة اليوم وهي بالمجمل رفض جميع الخطابات والتهديدات الطائفية بحق العراقيين، أيضا رفض الإرهاب بكل أشكاله والوقوف بوجه من يعبث بحياة العراقيين، إضافة إلى وقف عمليات الاعتقال والتغييب واعتقال العراقيين. كيف يمكن تفعيل مثل هذه التوصيات وفرضها على من عبث بأمن واستقرار العراق الأمني والمجتمعي؟ كيف يمكن تفعيل مثل هذه التوصيات؟ أخي الكريم، هذه التوصيات هي الأساسية في إعادة التعايش السلمي أو التعايش الأهلي بين العراقيين كافة بعد إن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود. وبغير هذه فإن العراق سيبقى مرتهن بأيدي قوى خارجية تسير هذه الطغمة الحاكمة أو المتسلطة على المشهد السياسي العراقي في بغداد. لذلك نحن قد وضعنا الدواء الناجع من أجل النهوض بالعراق ومن أجل إنقاذ العراق من شر الطائفية ومن شر ما يراد له من عمليات تدمير ومحاصصة وإلغاء لكثير من المكونات على حساب تاريخهم ووجودهم على أرض العراق. وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل كافة المكونات العراقية أو ممثليهم الموجودين سواء في إقليم كردستان أو في داخل العراق أو من العراقيين خارج العراق. هذا العمل الذي قام به الميثاق الوطني العراقي هو استباق لما يجري من محاولات طائفية أو من محاولات تقوم بها قوى محسوبة ومن ضمن العملية السياسية لإشغال العراقيين عن القيام بدورهم في بناء العراق وإعادته إلى مكانه الطبيعي. طيب سيد يحيى، كيف ترى الشعارات والهتافات التي رفعها متظاهر تشرين؟ إلى أي مدى أحيت الأمل باستعادة العراق تماسكه الاجتماعي واستمرار هذه التظاهرات؟ كيف فضح السلطات الحاكمة التي سعت إلى بناء الجدران بين مكونات المجتمع العراقي؟ ما رفعه ثوار تشرين هو امتداد لما رفعه كافة والمتظاهرين والمعتصمين في محافظات العراق الغربية سابقا، والذي جوبها بحالة قمع مفرطة على أسس طائفية. ولكن قد اكتشف الشباب في تشرين بأن هذه المطالب هي مطالب مشروعة في سبيل إنقاذ العراق من هذا الخندق الطائفي التي يراد له تدمير المجتمع العراقي بكل مكوناته. فهذه الشعارات قد أحيت الأمل عند العراقيين بأن يعود العراق كما كان، وإن المشروع الطائفي الذي جيء به مع الاحتلال هو مشروع خارجي وليس مشروع داخلي. ولا يؤمن العراقيين به مطلقا. يعني العراقيون يعيشون على أرض مشتركة، لديهم تاريخ ومصير وحضارة مشتركة لآلاف السنين. هذه المشتركات الكبيرة بين العراقيين كيف يمكن أن تسرع بتعافي المجتمع العراقي، لا سيما مع إصرار القوى الوطنية والتظاهرات معها على ضرورة التغيير وإسقاط النظام السياسي في البلاد؟ العمل الذي قام به ثوار تشرين وأيدته جماهير الشعب على اختلاف مكوناتها هي التي تعمل الآن بالوقوف ضد هذا المشروع المحاصصاتي الطائفي، والذي أعطى لجهة معينة تتاجر بالطائفة من أجل غمط حقوق المكونات الأخرى على أسس مدعومة من خارج البلاد. لذلك فإن العمل الآن يجري بين كل القوى الوطنية من أجل إعادة اللحمة الوطنية على أساس التراث العريق للشعب العراقي بكل مكوناته. فهذا الشعب هو ليس شعبا مستحدثا على أرض العراق، بل هو شعب الحضارات الأول
على مستوى. طيب سيد يحيى، في آخر سؤال، ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن يضعها الميثاق الوطني العراقي لمكونات أو للشعب العراقي من أجل أن يتعافى مما مر فيه وتعود الأواصر بين مجتمعه ويتغلب على كل المؤامرات التي حيك ضده؟ سيد يحيى، هل أنت معنا؟ نعم، ألو، نسمعك. ما هي الخطوات العملية؟ نعم، الخطوات العملية التي قد وضعها اليوم الميثاق الوطني العراقي من خلال التوصيات، وهو العمل على التعامل، أو أن تقوم الدولة بالتعامل مع المواطنين على أساس المواطنة وليس على أساس الطائفة والاسم والمحافظة. ثانيا، تعزيز قيم الحوار ومبادئه وأخلاقياته لحل الإشكالات وتفعيل القضاء ضد الخطابات الطائفية وعدم استخدامه لصالح طائفة دون أخرى. نعم. ووقف كل أعمال التي تحاول هدم النسيج الاجتماعي أو هدم التعايش السلمي ما بين المكونات العراقية من خلال تصرفات ميليشياوية على أسس طائفية. لذلك وعي المكونات العراقية الأخرى بالوقوف ضد الطائفية والإرهاب هو الكفيل بإجبار هذه الطغمة على الانصياع إلى ما كتبته هذه المكونات. نعم. من خلال الميثاق الوطني ومن خلال حواراتها وندواتها ومؤتمراتها بالعودة إلى العراق، ومن ثم تتحمل الجهات الدولية مسؤولية جعل العراق ساحة مفتوحة للتسلط عليه. طبعا. من قبل قوى خارجية تدعم الطائفية. نعم. وتسعى لتمزيق العراق. نشكرك الشكر الجزيل السيد يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي.